بيطرح موقع الفن استفتاء أسبوعي لنعرف رأي الجمهور. سؤال الاستفتاء للأسبوع الماضي كان: بتفضلوا ثنائية زياد برجي مع دليدا خليل أو ثنائية زياد برجي مع باميلا الكيك؟ وربحت ثنائية زياد برجي ودليدا خليل بنسبة 57% من الأصوات مقابل 43% من الأصوات لثنائية زياد برجي وباميلا الكيك. سؤال الاستفتاء لهالأسبوع هو: أي مسلسل عم بتتابعوا؟ مسلسل العودة من بطولة نيكولا معود ودانييلا رحمي وإيهاب شعبان، أو مسلسل سر من بطولة بسام كوسا وباسم مغنية ودليدا خليل، أو مسلسل العميد من بطولة تيم حسن وكارس بشار؟ قالت الممثلة اللبنانية ليليان نمري لموقع الفن إنها عم بتكفي تصوير مشاهدها بالجزء الثاني من مسلسل مافيا بدور تفاحة اللي عم يخدلا كل وقتها، لأنه الدور كبير بهالجزء من المسلسل، وليليان عم بتقدم مجهود نفسي لأنها متعلقة كتير بالدور وهي مبسوطة بأصداء الحلقات اللي انعرضت لحد هلأ. كشفت معلومات خاصة لموقع الفن انه الفنانة السورية انجي خوري اللي كانت توقفت من قبل مكتب حماية الاداب العامة بوحدة الشرطة القضائية وتم تسليمها للمديرية العامة للامن العام، تم ترحيلها مجددا من لبنان لبلدها سوريا لانها خالفت قوانين الدخول للاراضي اللبنانية وفاتت خلصة على لبنان رغم انه انسحبت منها الاقامة بالفترة الماضية. كشفت الفنانة المصرية أنغام بحفلة بدار الأوبرا المصرية إنها انصابت بمرض دقيق أثر على جهازها التنفسي وبالتالي على صوتها بالسنة الماضية، وعلى الرغم من إنها شفيت منه تفاجأت أنغام هالسنة بإنها عم بتعاني من التهاب الجيوب الأنفية وهالشي ممكن يأثر بشكل كبير على صوتها. تمنت الفنانة الإماراتية أحلام الشفاء للممثلة الكويتية جواهر وطلبت أحلام من المتابعين أنه يدعو لله أنه يشفيها، وكانت جواهر أعلنت عن مرضها وقالت أنها راحت على المستشفى تتعمل فحوصات وتبين أنها بتعاني من مرض السرطان وهي حاليا عم تتعالج بمستشفى بلندن. تم الكشف عن وصية للأميرة الراحلة ديانا كانت كتبتها بسنة 1993 وطلبت فيها ديانا أنه ينعطى ابنها الأمير هاري فستان عرسها لما يصير عمره 30 سنة، والفستان من تصميم إليزابيث وديفيد إيمانويل ومطرز بأكثر من 10,000 حبة لولو صغيرة. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليصلكم كل جديد.